في البداية هذا المشروع كانت فكرة اللي جات من بعض الخبراء ديال المنطقة، مبنية أساسا على الماضي، لأنه ما يمكنش نبنيو المستقبل إلا ما رجعناش للماضي. أولا كنقولوا بأن هذا الواحات عرفت واحد النوع من التدهور على الصعيد ديال الجهة الشرقية، أي على الصعيد ديال جهة درعا تافيلالت، ومن التدهورات اللي كتعرف كما كعرف الجميع ناتج أساسا على مشاكل عدة من الأسباب ديال التدهور. هناك أولا سنوات الجفاف المتتالية اللي عرفتها المنطقة، والمشكل الثاني واللي هو رئيسي هو المشكل ديال واحد المرض اللي يسمى بما يصطلح عليه ببيود، وعبارة عن واحد الشامبينيون اللي كيجي من الأرض كيأتاكي النخل من الأرض وكيضرب النخلة. بهذا منطقة درعا تافيلالت عرفت واحد النوع ديال كما قلت لكم فقدات واحد العدد هائل ديال ما يسمى بالباتريمون او النسبة هامة ديال النخل في المنطقة، خاصة في واحات درعا، اي نواحي واحد درعا، واحات تدغا، واحات تافيلالت. ولهذا احنا كنقولوا دابا في هذا المشروع ولما لا إعادة أمجاد ديال هاد الواحة هذه. الكيفية أنه فكرنا فيها وأنه بطريقة نقولوا معصرنا حاولنا ما أمكن باش نديروا واحد حزام، هو عبارة المشروع عبارة عن شريط أخضر ديال اللي غادي يربط ما بين مرزوقة مرورا عبر